Hello everyone, السلام عليكم. طيب من اول كنت بشرح لكم بناء العادات هذه بس ما لقيت وقت، بس قلت اليوم ان شاء الله اشرح لكم كيف تبنوا عاده، وهديكم مثال حقيقي انا عملته. اوكي، نقول بسم الله ونبدا. طيب خلينا نقول انا الان خلصت بكالوريوس وابغى اكمل ماجستير او دكتوراه. طيب فالمهارات اللي كانت مطلوبه مني وانا طالب بكالوريوس اكيد حتكون غير لما حروح اكمل ماجستير، صح ولا لا؟ يعني انا دحين لما خلصت البكالوريوس واشتغلت سنة، وانا بشتغل سنة بديت اجهز نفسي للماجستير. فسألت زميلي اللي جاء القبول قبلي، قلت له ايش المهارات اللي تحسها الواحد المفروض يتعلمها قبل ما يخش ماجستير عشان يكون جاهز. فقال لي يا فهد لازم تتعلم كيف تقرأ بانجليزي وتكتب كمان بانجليزي. قلت له اقرأ يعني ايش تبغاني اقرأ؟ قال لي لا تقرأ كتب، تقرا اوراق بحثيه، يعني لازم تكون اللغه الانجليزيه حقتك مره قويه، مره كويسه، مو مره قويه بس انه مو زي اللي في البكالوريوس، عرفت كيف؟ لانه اغلبنا في البكالوريوس كنا ندرس عن طريق السلايدات، بس لا في الماجستير شغل اوراق بحثيه وكتب. فهنا عرفت انه انا لازم ابني مهاره اني ابدا اقرا كتب، لانه بدايه ما كنت اقرا كتب كثيره، كنت اقرا كتب شويه كذا ومقالات على الانترنت، بس ما كنت اقرا كتب كذا علميه او تكست بوك، كتب اكاديميه او اوراق بحثيه بالذات ما كنت امسكها. بكالوريوس ايش ابغى فيها؟ فهنا عرفت سبب بناء العاده اللي هو ايش؟ بما انه انا ابغى اخش في الماجستير وابغى اخذ ماجستير انا لازم ابني المهاره هذه اللي هي قرايه الكتب. هقول لكم كيف بديت من الصفر. اوكي؟ فهنا مثلا بالنسبه لكم حتكون تبغى تتخصص في مجال تحليل البيانات او علم البيانات، فتروح تشوف المهارات المطلوبه لها، برمجه بايثون او ار. لو ما تعرف تبرمج لازم تبني المهارة هذه. لازم تعرف إحصاء، إذا رياضياتك مرة ضعيفة لا أبدأ أقويها. حط لنفسك سبب لبناء العادة. أوكي، نفس الشيء تنمية ذاتية، تبغى تطور اللغة الإنجليزية حقتك سواء لنفسك لوظيفة لدراسات عليا، اللي هو حط سبب لبناء العادة. بعد ما نعرف سبب بناء العادة خلاص نعرف إيش العادة اللي نبغاها. خلينا نقول بالنسبة لي المثال إني أبغى أقرأ كتب. طيب هنا حنيجي نختار مصدر لبناء العادة. تبغى تنحف شوف لك كوتش يسوي لك تمارين. تبغى تطور لغتك الإنجليزية شوف لك جروب تتكلم معاهم تتحدث معاهم وتتعلم مع بعض يعني. تبغى تتعلم تحليل البيانات شوف لك كورسات أو كتب أو جروب فيسبوك أو جروب تليجرام، يعني زي عندي أنا لما بدأت أتعلم علم البيانات فتحت لي جروب على أساس إنه نتعلم مع بعض، والحمد لله ما شاء الله الآن الجروب فيه 3000 عضو وكلنا بنستفيد بنفيد بعض. جروب فيسبوك، عندي جروبات كثيرة في مجال علم البيانات والويب ديفلوبمنت اللي هو تطوير الويب، بتعلم منهم، عندي أي سؤال أحط وأجاوب. عندنا زي الكوميونتي مجتمع، ما زلت أقرأ كتب، حوريكم بعد شوية الكتب اللي اشتريتها، وما زلت آخذ وأعمل كورسات كمان. فقاعد أعمل كل ده عشان بعد ما نختار المصدر اللي بنتعلم منه على طول. رقم 3 تطبق نظام اسمه كايزن اللي هو نظام ياباني اللي هو نظام التدرج. مثلا اول اسبوع مثلا مثال اللي هو قراءة الكتب، اول اسبوع انا هحط بومودورو والمصفوفة الاولويات اللي كلها انا شرحتها، هحط لكم الرابط في النهاية، لازم تقروها في على الموقع. اوكي، فهنستخدم نظام كايزن اللي هو نظام التدرج اول اسبوع عشان احنا لسانا ما نحب نقرا، ما عمرنا قرينا في حياتنا، فحنحط بومودورو اللي هو 25 دقيقه ونفك الكتاب ونبدا نقرا ان شاء الله. لو في 25 دقيقه قريت بس 3 ل 4 صفحات ما في مشكله، حنبدا بالتدرج. اوكي، وتحط جدول تمشي عليه. في الكتاب اللي هحط لكم عليه في السناب القادمة بيقول لك عشان تبني عادة لازم تمشي عليها ورا بعض، يعني كل يوم لمدة 21 يوم. أنا بالنسبة لي غصب عني كنت بتعلم كيف أقرأ الكتب، لأنه أنا بفكر أخش ماستر إن شاء الله، الحمد لله دخلت وتخرجت وكل شيء تمام، واستفدت كثير من قراءة الكتب، ما زلت مستمر قراءة الكتب، بالعكس حبيت قراءة الكتب أكثر. فعلى حسب الكتاب اللي بقول اللي بحط لكم عليه اللي هو قوة العادات، لازم تمشي على العادة 21 يوم ورا بعض عشان تبنيها. أنا بالنسبة لي مشيت أكتر لأنه أنا كنت بتعلمها، فهمت كيف؟ فأمشوا عليها، ودحين بوريكم أنا كيف بدأت حرفيا في مجال علم البيانات. طيب من الكتب اللي أنا اشتريتها وأنا ما زلت طالب في ماجستير،
التحليلات التنبؤية، كتاب نظري ولكنه جدا مفيد جدا مهم. شوفوا أعتقد 300 صفحة. هي كتب الأهم، مو كتب أكاديمي، ولكن أغلب الكتب الأكاديمية تكون 340 صفحة وأنت طالع. فهي دي الكتب اللي أنا مفروض إيش لازم أبدأ أقرأها. طبعا إذا أنت أو أنت دوبك داخل على العادة هذه اللي قراءة الكتب ساعة جديد وهتقعد تشتري كتاب زي كده، صدقني هتحطه في الرف وما هتقرأه. فنحن قلنا نظام كايزن، أبدأ بالتدريج، أبدأ بكتيبات أو مقالات، أقرأ مقالة عن Predictive Analytics على الإنترنت وتدرج مقالة كتيب بعدين كتاب. عشان أكون معكم صريح، طبعا أنت لازم تعرف رياضيات والإحصاء عشان تفهم علم البيانات صح، بس أنا بقول لكم الكتاب ده اشتريته وأنا لساعي في بداية المشوار في مجال علم البيانات. أنت لازم تعرف رياضيات وإحصاء، لكن الكتاب ده كان بالنسبة لي مدخل لمجال علم البيانات. فإذا أنت مثلا خايف من البرمجة، خايف من المعادلات الرياضية، وما أنت فاهم أي شيء، أمسك لك كتيبات. هذه يعتبر زي كراش كورس. كراش كورس عبارة عن كورس كده على الماشي يشرح لك الأساسيات، عرفت كيف؟ بس عشان تعرف إذا التخصص مناسب لك ولا لا، ويديك الهرجة كده المجمل يعني. من الكتيبات برضو في مجال تحليل البيانات عندكم لدى الكتاب، شوفوا قديش، أعتقد هذا أقل من 100. شرح أساسيات الإحصاء في العلم في تحليل البيانات، زي مين، ميديان، أشياء زي كده. طبعا في كتب وكتيبات كثيرة، بس أنا جايب لكم شوية منهم. بس هذا الكتاب باين عليه شوية تخين، أعتقد 200 صفحة، ولكن لأنه كتاب عبارة عن كتابين اللي هو داتا أناليتكس وبايثون، يعني كتاب داتا ساينس وبايثون وكتاب داتا أناليتكس بريدكتيف أناليتكس في كتاب واحد اللي هو تو بندل مانسكريبت. فزي ما تقولوا تتعلم بايثون، برمجة بايثون، وكمان تتعلم تحليل البيانات. لأنه أنا بعد ما أخذت الكتاب ده خلاص عجبني، فكنت بتعلم بايثون وفي نفس الوقت اتعلم داتا اناليتكس اللي هو تحليل البيانات. زي مثلا اذا تبغى تتعلم انت احصاء في مجال علم البيانات، هتلاقي مثلا كورسات يقول لك statistics in python for data science، يعني يعلمك احصاء كمان في مجال علم البيانات وكمان بلغه البايثون، عرفتوا كيف؟ فهذه كان برضه من الكتب الجميله اللي انا اشتريتها، باينه كثيره وكاتب لك الكودات. بس انتوا فهمتوا يعني، شفت التدرج كيف؟ كتيب شويه تخطوخ، بعد كتيب تخطوخ بيجيكم المعلم الكبير اللي هو الكتاب. طبعا هذا ما هو كتاب اكاديمي، هذا كتاب رسمي لمنهج او لشهاده عالميه من شركه EMC اللي هي مملوكه لشركه ديل. الشهاده اسمها داتا ساينس اند بيج داتا اناليتكس اسوسييت وفي سبيشالست اعتقد. فهذا الكتاب رسمي، يعني اذا تبغى تاخذ الشهاده هو مكتوب هنا حتى proven professional. اوكي، فبس المشكله انه الكتاب ده بالار، بس انه بيشرح لك نفس الشيء اللي بيشرحه لك في الكورسات. فهذا يعتبر كتاب رسمي، منهج رسمي لشهاده EMC. وعندكم كمان الكتاب ده المعروف عن داتا مايننج، طبعا انتم شايفين الصفحات كيف. فالهدف من بناء العادة كان إن أقرأ كتب زي كده أوراق بحثية، فبديت بتدرج. طبعا بعد ما بنيت العادة هذه واكتشفت إنه ما شاء الله فلوسي قاعدة تروح بسرعة، وما شاء الله المبالغ اللي كتب زي كده، يعني مثلا في أرامكس أدفع 100 ريال كتب تقيلة، عرفتوا كيف؟ فأحسن قرار سويته عشان أستمر في العادة إني اشتريت شيء اسمه كيندل. طبعا يقول لي باتري ليفل لو فما شحنته. كندل اقدر اقرا في جميع الكتب اللي ابغاها واشتريها من امازون، بدل ما اقعد استنى لي اسبوع توصل لي من ارامكس، لا نفس اللحظه تتحمل، وتكون اغلب الكتب رخيصه في كندل. وكمان عندهم شيء اسمه اشتراك شهريا $5 ولا $10، ونزل كتب معينه، واغلب كتبي تلاقيها هناك اهو. شوف داتا ساينس فروم سكراتش كلها تلاقوها هنا. فبعد ما تبني العاده عشان تستمر عليها، عشان لا تقول والله فلوسي قاعده تضيع في الكتب والشحن وزي كده، لا اشتري لك شيء واستمر عليه. وبس هذا كان درسنا اليوم. شاركوا سنابي إذا استفدتوا.